السلام عليكم ورحمة الله. فخامة الشعب الجزائري مثل الأحوال، جسبر لكم بيان. الفيديو هذه نديرها خفيفة، سمعنا كي لاحظ ديزانومالي، لاحظ حوايج ما حوايج خارجين على العادة، حوايج فيهم شكوك، أنومالي فوالا، فيهم شكوك، نقدر ندير فيديو عليهم لتوشي البلاد، خاصة حوايج يخصوا الشعب الجزائري ويتوشوا البلاد، ما نخليهاش تفوت، ما تعقبنيش، وندير عليها فيديو حتى الناس هذو اللي راه نهضر عليهم يجاوبونا يقولوا اسكو سي فري ولا لا. انا ما نتبع حتى واحد، لكن غير ندير ملاحظات، انا الاساس تاعي هو الملاحظات. نبداو بنزديرة. بنزديرة هذا انا سميته كولومبو دزاير، بنزديرة كولومبو تاع دزاير، هذا اللي شتي دافع على الدول العميقه واللي غاضو توفيق، وشتي دافع على توفيق، حاب يخرج توفيق من الحبس، لأن وليد التوفيق عطاه الدراهم شويه باش يدافع بيها ويردو انسان نظيف. المهم خلينا من هذه. درك بعجة يوسف بعجة استعمل بنزديرة باش يبان على الساحه الوطنيه ويكتسب الثقه والمصداقيه تاع الشعب عن طريق بنزديرة. درك نشوف فيه يقدموه. مثل ما وعدناكم، اولا نرحبوا بيوسف بعجة. تكلم يوسف، انا تعبت من هذا الوقت. السلام عليكم ايها الشعب العزيز، مرحبا بكم. والأستاذ يعني له الفضل قبل كل شيء. فضل لله راجع صور السمك. المهم قلنا في الحلقة الماضية، قلنا لكم وعدناكم أننا نتكلموا على زوج ملفات اللي هو متهم فيهم يوسف بعجة، وعنده فيهم أحكام من المحاكم الجزائرية. هو داروا مسلسل تاع واد الكلاب، هذا كنا نسمعوا فيه ونتبعوا في الحلقة تاعو. الآن نروح نشوف علاه راني الهدف تاع اليوم، علاه درت الفيديو هذا. قبل ما نروح لهذه، انا كنت درت فيديو نحكي فيها على لا سيرفاكتوراسيون، العمليه هذه كيف تصرى، كيف الناس تهرب الاموال. السلام عليكم ورحمه الله فخامه الشعب الجزائري، متى الاحوال. اليوم نحكوا على حاجه يقولوا لها واحد التيرم، كلمه يقولوا لها لا سيرفاكتوراسيون، معناتها زيادة في الفاتورة، الثمن الحقيقي، الثمن الحقيقي يزيدوا عليه. يقول لها بطريقة أخرى، كلمة أخرى، يقول لها تبييض الأموال، بلانشيمو دارجون، تبييض الأموال. الموضوع هذا نحكو عليه، نحكو عليه وش معناتها اكزاكتومون هذا بلانشيمو دارجون، هذا تبييض الأموال، سير فاكتوراسيون، واش معناتها؟ معناتها أنايا عندي واحد في الخارج قاوري في فرنسا ولا في الألمان ولا ما عرف وين، في الصين ولا لا، عنده شركة يبيع مواد أولية اللي نحتاجها أنا. أنا نتفاهم معاه، نقولو فوالا هاديك البياسة تبيع فيها ب 2 أورو مثلا ولا ب 2 دولار، في لا فاكتور حط علي ب 10 دولار وانايا راني نتفاهم معاك. بصح كيف تصرى العمليه في الجزائر؟ حنا في الجزائر عندنا مؤسسات في الجزائر كيما السيفيتال، كيما هكذا شركات، ساعات يجيبوا المواد الاوليه تاعهم من الخارج، ما كانش في الداخل، يجيبوها في الخارج، هما عندهم اتفاقيه مع الدوله، مع لي بنك تاعنا اتفاقيه، كاين واحد لاغري يتبعوا فيها، لاغري تاع الانجري ولا يسموها بالجدول، تقدر نقولوا جدول تاع الاثمان تاع الحوايج هذو كيما الطوموبيلات. واحد كي دخل طوموبيل من الخارج، فولكس فاجن مثلا من المان ولا عندها، فاذا عاد الدوله دير 28 الف اورو مثلا، كي دخلها السيد يقول يدخلها مثلا ب 35 الف اورو، كيجي دخلها مثلا اذا يشريها يدخلها ب 2000 اورو، كيجي دخلها للجزائر يقول لها مشيتها ب 2000 اورو، يقولوا لها قري نو نورمالمون طوموبيل دير 20000 اورو مثلا. سما كاينه قري يتبعوا فيها جدول، جدول يتبعوا فيه تاع الاثمان تاع الحوايج هاذي. الوغ كيف يديروا هاد العباد؟ هاد العباد متفاهمين مع جماعة تاع لي بونك تاع الدولة، واش يقولولهم؟ يقولولهم عقبوها الله خير، هادي
انا حجيب السلعه وهاو الباي تاعك وانا نتفاهم مع الخارج هاو يبيعوها لي طو نتوما قبلوا البري سما ما تكونش موافقه مع الجدول هذاك اللي عندكم تاع الاثمان لاغري من يغضوا البصر عليها هذا واش كان يصرى في الجزائر معناتها كيما سيفيتان ربرا نحكوا على ربرا واش حكاولي ربرا كان يشري السلعه باش يخي سيفيتان المواد الاوليه يشريها من الخارج كيفاش ربرا استطاع باش يهرب الدراهم للخارج طريقه ذكيه وطريقة تاع اختلاس نقولو هنايا ماهيش ذكية الذكاء كي دير حاجة بطريقة نظيفة هذاك هو الذكاء نقولو هنايا بصح طريقة تختلس بها وتخدع الدولة وتخدع بلادك وتروح انا نقول بلي هذا اختلاس احتيال الوغ كيف يديرو الناس هذولا يديرو عملاء نتاعهم في لابونك عند الدولة يتفاهموا مع جماعة في فرنسا شركة فرنسية يتفاهموا معها يقولوا لها انتوما هذه البياسة تبيعوها بدو زورو احنا نديروها لنا بدي زورو عشرة وليو باش تعود زوج اوروات تولي بعشر اوروات ماذا السيدة كي يديرها هما يبعثوا له لافاكتور انا برا بيروح لابونك يقول لهم انا شوفوا يا جماعة وراها البياسة يدير دي زورو جماعة يغطوا البصر هما واش يعطولو يعطولو اللورو يعطولو اللورو حق هذيك دي زورو باش هو ربرابي راح يشري اللورو بالدينار تاعو من خارج السوق السوداء يجي غالي يدير بار اكزومبل 100 اورو دير جملين لا لا هو راح يشري 1,300,000 من عند البنكة يقول لهم فوالا هاكم الدينار نعطيكم 1,300,000 وانتوما راهو خلصوا لي البياسة هاي اوتوماتيك من الدولة تروح تخلص بالدولار ولا باللورو تخلص البياسة في الخارج كي لحقوا الدراهم من الخارج هذيك الشركة واش دير تحكم هذيك دي زورو تنحي دو زورو حق البياسة تاعها 8 اورو تدي هي الفايدة تاعها ان اورو ولا دو زورو والبقية هاي ستة اورو يديهم ربراب ولا المختلس الجزائري هذا هذي يقولوا بلونشيمون دارجون و سيزور هذي تبقى في البنك هذا واش كان يدير سلال ويحيى وربراب العشناوة مع هذا المفهوم تاع كيفاش يهربوا الاموال انا درت هذه الفيديو ما على بالك سمعها يوسف بعجة شوفوا الجواب تاع يوسف بعجة هنايا واغلبية الناس اللي راهم في مناصبهم اليوم ما عندهم حتى خبرة اقتصادية ما راحوش للميدان عندهم لا تيوري ما عندهمش البراتيك ومصيبة كبيرة يكون عندك لا تيوري وما عندكش لا براتيك ف انا سمعت بعد الاعلاميين وبعد الناس في السياسة يتكلمون على محاربة الفساد مجددا يعني في القنوات يعني في هذا الاسبوع يحبون يحاربون الفساد ويتكلموا مازالوا يتكلموا على تضخيم الفاتورات انا انصحكم حبسوا علينا هذا المهرجان اللي راكو دايرينه السيرك عمار هذا واول خطوه ديروها لك حابين تنجحوا في الاقتصاد الجزائري اول حاجه نحبس هنا قال سمعتوا واش قال قال انا سمعت الناس يهضروا على تضخيم الفاتورات قال بلي الناس حبسونا الهضره على هذه الناس هربت الدراهم عن طريق تضخيم الفاتورات نشوفوا هنا المفاجاه اللي جاتني اليوم سمعت سفيان اليوم لو 31 هو درى عليها لو 30 سفيان لو برومي ما عندهاش 13 ساعه شوفوا اش يهضر مجلس القضاء ديموند رئيس الذي وضع الطلبات تاعو هاي هنايا امامنا هو انيس الرحماني لقناه النهار يوجد ملف اخر وهو اللي بعد يوسف اللي راه يدير في حلقات وهميه مع رئيس المدير
هذا بعد يوسف اللي راح في سويسرا اللي جاكم درت لابلانت ها ولا بلانت تاعو اليوم 26 أوت 2019 تهريب الاموال اكثر من نعطيكم اكثر من 1000 الله يعلم اكثر من 1000 مليار تهريب الاموال الى الخارج اكثر من 1000 مليار هاو باجا دار تهريب الاموال اكثر من 1000 مليار كما قال سفيان انا برك الجو سنا يدرنا فيديو يوسف باجا ويعطينا يبرر نفسه هذا ما كان هذا غير سمعت انا ماني نتهم في حتى واحد سمعت منه ومنه انا الفيديو الاولى هضرت على تضخيم الفاتورات كوم سوربريز يوم صباح نسمع يوسف باجا يهضر يقول يا جماعه اللي تهضروا على تضخيم الفاتورات اسكتوا علينا ما تهضروش عليهم وهضروا كيفاش نطوروا الاقتصاد مي ضربت لي في الراس انا قلت عليه هضر الهضره هذه حتى اليوم سمعت يوسف كي سمعت يوسف بان هضر عليه باللي قال لك هرب تقريبا 1000 مليار هذا ما كان نطلبوا منه يمد لنا يعطينا يفهمنا برك اسكو صح ولا لا السلام عليكم ورحمه الله